يتفرج على حاجه وحلها. انا اجيب المشكله اللي عندي وايه حلها، هي حلها من وجهه نظر اللي جوه المشكله نفسها. هي دي بتبقى دراما وانت بتشغل بالك. هي اسمها كده، لو انت هي دراما الواقع. يعني انت بتعمل الواقع، هي اصلا الواقع اللي عندنا كله دراما. احنا اصلا عايزين واقع دراما، تمام؟ وفي نفس الوقت هي مصر الماده الخام للدراما، الكوميديا. الكوميديا هو انت لو جيتي هقول لك على حاجه. احنا مثلا في الثوره في عز ما كنا بنتدرب كنا بنضحك، كنا بنتدرب مثلا في محمد محمود او غيره، كنا بنعمل كوميكس. لما كنا بنجري اصلا على جوه بنقعد نرمي افيهات على بعض، نضحك على بعض. انت اصلا كوميديا في الضرب والقياد والتويد، الناس اللي بتموت في نفس الوقت، في نفس الواقع، في نفس اللحظه في دراما. الناس بتضحك على الافيهات اللي بتقول عليهم، هم اصلا بيموتوا. هو احنا كده دي دولتنا اللي هي عامله ميكس بين الدراما والكوميديا. فدي بتسهل عليك كتير جدا ان انت لما تيجي تغطي حاجه ما تشيلش هم ان انا طب يا ترى دي هتطلع كوميديا ولا ترى دي هتطلع دراما. لا، هي هتطلع دراما هتطلع كوميديا، لان مفيش حد عندنا او مفيش حد في الشعب المصري مش كوميدي. حتى لو هو نفس الافيه بيتقال من كذا حد، بس انت بتضحك على طريقه كل واحد بيقولها، مش بتضحك على الافيه نفسه. هي دي بتساعد كتير قوي للسينما المصريه ان انت تعمل حاجه كوميديه وحاجه فيها